النهارده ان شاء الله باذن الله بنكمل الجزء. احنا خلاص يمكن بدانا نتطرق على النهايات، ما عادش قلنا الموتيفيشن ستايل ومانجيريال ستايل، وعندنا جزئين في القرايات اللي هي نظريات والقياده. نظريات اللي هي سيرفيس او حاجات يعني مش ثابته. بعض الناس قالوا مثلا ان القائد ده بيتولد، بعض الناس قالوا ان هو ممكن تكتسب، فده غالبا اخر حاجه هندرسها ونتكلم فيها. فالنهارده ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن الموتيفيشن او التحفيز. هو يعني ايه موتيفيشن يا جماعه؟ يعني ايه تحفيز؟ وهل تدي حاجه دافع تشجيع للعامل ان هو يتحرك يشتغل، ان يبقى عنده طموحات وامال، انه اهداف يقدر ان هو يحققها من خلال مجموعه من طيب ايه انواع الموتيفيشن ممكن اعرفها؟ هي المفروض ان هي تعتبر من الرولز او من السكيلز، المهارات، من المهارات بتاعت القياده او مهارات اي ليدر او اي مانجر، انه يعمل موتيفيشن. لان قلنا الموتيفيشن دي مهمه في مرحله الايه؟ الامبلمنتيشن. انا دلوقتي لو انا عملت البلاننج وبعدين بعمل امبلمنتنج بطبق وبعدين اعمل ايفالويت، ده اي خطه. فمرحله التطبيق لازم اعمل موتيفيشن للناس، احفز الناس انها تشتغل معايا، يا اما مش هقدر احقق اللي انا عايزه. فنقول الموتيفيشن هو سايكولوجيكال درايف، حاجه نفسيه، دوافع نفسيه بتخلي الفورس او قوه معينه بتخلي البيبل او الشخص ده ان هو يتصرف ان طريقه بطريقه معينه. يبقى هي عباره عن دوافع نفسيه تخلي الشخص او الانسان او الموظف او ده يتصرف بطريقه معينه. تو ورك ويل اند هارد، بنشتغل اطول واكثر، ان هو تو ريزيست اند اوفر كوم اوبستكلز، ان هو يحاول ان هو يتخطى او يتخطى العقبات الموجوده ويتغلب على العقبات الموجوده، او انجيج اند بي سوليستيك اراوند زير وورك. يعني ان هو انجيج، ان هو يشترك مع الناس بتاعته لو متحمس وهو بيأدي الوظيفه بتاعته او الشغل بتاعه. يبقى قصه الموتيفيشن نفسها هي عباره عن سايكولوجيكال درايف او سايكولوجيكال فورس. فانا لازم ابقى عارف بس كلمه الموتيفيشن، ممكن يجي بقى برضه من الام سي كيو ان انا اقول ايه هي السايكولوجيكال درايف او السايكولوجيكال فورس اللي بتخلي الامبلوي يتصرف او يشتغل بطريقه معينه. هي ده معنى كلمه الموتيفيشن، تحفيز. عندنا نظريات الموتيفيشن، عندنا اكثر من نظريه. كان بدايه خالص في نظريه اسمها اكس ونظريه اسمها واي. عشان نعرف الاكس والواي، الاكس دي بتخيل ان هو الموظف المصري والواي ده هو الموظف الياباني. احنا في اليابان طلعوا بمظاهره عشان يقولوا ان عايزين يوم الاجازه ده يشتغلوا، بيطلعوا مظاهرات عشان عايزين يشتغلوا زياده. اللي يوم الاجازه بتاعتهم كانت يوم السبت والحد بالظبط. هي دي بقى نظريه الاكس والواي. هتلاقي في اكس دلوقتي قدرت تعرف الاكس والواي من خلال بس التمثيلين دول، ان انا مواطن مصري، موظف مصري، وموظف ياباني. اليابانيين برضو عشان يخلصوا شغلهم، عشان يخلوهم يروحوا بيطفوا عليهم الكهرباء والنور، ما بيقولوش عايزين يروحوا، عايزين يشتغلوا على طول، ويبتدي ميعاد الشغل الساعه 5 يدفعوا عليهم الكهرباء عشان يروحوا، مش عايزين يروحوا، عايزين يشتغلوا. ايه؟ في موتيفيشن. مش المقابل برضه، هي حاجه نفسيه يعني برضه في طباعهم هم حب الشغل، بيحبوه جدا. بيحبوا الشغل، ما يحبوش ان حد يقف على راسه. عارف الحوافز؟ لما تدوم الحوافز بتحبطهم. يعني الدنيا عندهم متغيره شويه. فاحنا عندنا النظريه اكس هنا، السيري اكس، النظريه اكس بتقول ان البيرسون ديسلايك ورك، الشخص ما بيحبش الشغل. افويد ات، ويحاول يتجنبه على قد ما يقدر، ودي حاجه موروثه جواه، وبيحس ان هو ليزي، كسلان دايما. ده نظريه اكس، احنا كنا بنتكلم على مصر ده الاول. تاني حاجه ليه عنده ليتل امبيشن، عنده طموح قليل، ما عندوش طموح يعني. اند وونت سكيورتي، وعاوز الامان الوظيفي. طول ما هو في الحكومه مبسوط. انا عايز بس ان انا اضمن ان انا ايه، ما حدش يفيدني، ما حدش يروحني، ده انا عايزه بس، انما غير كده ما فيش. هو ده اهم حاجه عنده باستفاضه الوظيفه ده. وموست بيبول ار انكيبل اوف سيلف دايركشن، ما يقدرش ان هو يوجه نفسه او يشتغل لوحده، ودايما محتاج واحد على راسه عشان يشتغل.
مثال ده مثال قوي جدا للمواطن المصري الاصيل. يعني واحد ما بيحبش الشغل، ما عندوش اي طموح، عايز دايما الامان الوظيفي، وبيدور دايما لازم يوسع على راسه عشان يقدر يشتغل. اما بقى الياباني التاني ده بالعكس بقى، بيبل دونت سلايك ورك، بيحبوا الورك جدا اند ناتشورالي طبيعي اصلا هم بيدوروا على اي طريقه عشان يشتغلوا ويحققوا الاهداف بتاعتهم. دي ار كيبل تو سيلف موتيفيشن، اصلا هو محفز ذاتيا لوحده بيشتغل اوتوماتيك كده من غير حاجه، سيلف موتيفيشن. اند دي ار سيلف ريسبونسابيلتي، ودايما بيدور على المسؤوليه. انت دايما لو جيت انت للموظف المصري تديله مسؤوليه ولا بتاعت ليه بيهرب منك، خايف يجري او عاوز الامان وخلاص، عاوز انه قاعد كده ما حدش يقول له انت بتعمل ايه ولا خد مسؤوليه خد كذا ولا كذا. انما دول بيدوروا دايما على المسؤوليه. لا دايما بيكون في عندهم اكسترنال كنترول انسنتيف مين ريديوس الموتيفيشن. شوف لو انا عملت عليهم حد يبص يراقبهم في الشغل او اديتهم انسنتيف حوافز، ده ممكن يقلل التحفيز بتاعهم، يحس ان هم مش محفزين، بالعكس يعني. سنس اوف ريسبونسابيلتي. There is no inherent conflict between what the organization wants and what they want. يعني مفيش فرق بين اهدافهم واهداف المؤسسه اللي هم فيها. هم هدفهم في المؤسسه ان المؤسسه تنجح، وهدف المؤسسه ان المؤسسه تنجح. انما احنا في المؤسسه بتاعتنا كل واحد ليه هدف شخصي، بيدور على نفسه بس ان هو يشتغل على مكانه. المهم انا اخد المرتب بتاعي او اخد حوافزي، انما بقى المؤسسه دي بتنجح بتكسب بتخسر مش فارقه معايا. بيجي لنا زباين ما بيجوش مش فارقه. اما دول مختلفين خالص. فدي كانت النظريه اكس ونظريه واي. يعني بعض الناس اعتقدوا ان الموظفين دول ناس ما بتحبش الشغل وناس كسالى بطبعهم وناس لازم حد يكون واقف على راسهم وناس الحوافز بس اللي بتشغلهم وتحفزهم. ده نظريه اكس. نظريه واي عكسها، لا ده الناس طبيعي بيتولدوا بيحبوا اصلا الشغل، بيحبوا المسؤوليه، ان انت بتوافق يوم مسؤوليه. بالعكس لو انا قلت هم بيبقوا اصلا سيلف موتيفيتد، هم محفزين لوحدهم، عندهم موتيفيشن ان هم يشتغلوا لوحدهم، عندهم طموح. وفي نفس الوقت بيبقى لو انا اديت لهم انسنتيف او حطيت عليهم اكسترنال كنترول، يعني حد بيراقبهم من بره او حد بيبص عليهم من بره، ده ممكن يقلل الموتيفيشن بتاعهم ويقلل تحفيزهم. ودايما يحبوا الريسبونسابيلتي ويحبوا المسؤوليه واهدافهم واهداف المؤسسه واحده. فانا ممكن نجيب واحده من دول مثلا اقول حسب انهي نظريه، نظريه اكس ولا واي، اللي بتقول مثلا ان الموظف ده بيحب الشغل مثلا، او الموظف ده عنده الاورجنايزيشن جولز والامبلوي جولز لسه سيمي، هما الاثنين زي بعض. فده يبقى واضح. بس يعني ده غالبا لما نيجي نتكلم في السيرز والنظريات دي بقى المقصود بيها كده. نعرف ان في نظريه اكس ونظريه واي. ولو جبت لك مثال من اي حاجه تقول لي ده تبع نظريه اكس ولا ده يتبع تبع نظريه واي. وجزء الموتيفيشن التعريف بتاعه انا عارف ان هو سايكولوجيكال درايف او سايكولوجيكال فورس، حاجه بتدفع الامبلوي عشان بيهيف عشان يتصرف بشكل معين. نعم؟ لا هم مسمينها نظريه اكس ونظريه واي. مفيش فيها حاجه. لا 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 هم اختاروها كده، واحد قال لك اكس وواحد قال واي. بدون مسببات يعني. طيب تخيلوا معايا ايه اللي ممكن يخلي الموظف موتيفيت؟ احنا لو احنا بنتكلم حتى على مستوانا، ايه اللي يحفزنا على الشغل؟ فلوس طبعا. احساس بال تحس ازاي يعني؟ بيحس ان هو تراكم مجابه والحاجه اللي بيحتاجها موجوده خلاص. لسه مش شغال اكتر ممكن اخد معنويا ومادنيا. لو هو فلوس بس هيفشل، لو معنويا بس هيفشل برضه. لازم يبقى في اعتدال بين الموتيفيشن المعنوي والاكستريم. حب العمل برضه، حب العمل. حب العمل. هو يحب العمل ازاي؟ هو الاكتفاء الذاتي المادي، الاكتفاء من المادي. ما هي مادة جزء. جزء. الفلوس طبعا هو الاساس فعلا الاول. يعني انا حتى هنشوف دلوقتي نظريات ثانيه للموتيفيشن، نظريه اسمها ماسلو، نظريه اسمها هيرزبرج. ماسلو دي بتتكلم ان احنا في مراحل معينه، مش كل الناس اقدر ان انا احفزهم بنفس الطريقه. في بعض الناس ان انا مثلا لو انا جيت عندي عامل في المستشفى او عامل هنا مثلا، جيت النهارده اديت له شهاده تقديم، هيتبسط اول مره قوي ان هو مبسوط جدا. طب تاني مره رحت اديت له شهاده تقديم، كنت بقول لك خلاص هيقول لي بالله انا عاوز اكل. يعني ايه بالله يا عم؟ هقول لك انا عاوز اكل. انا عاوز بالظبط. هو دلوقتي لان احتياجه الاولاني كان لسه ما خلصش اول احتياج اللي هو الفلوس، اللي هو العيش، اللي هو يعيش وياكل شبع الرغبه المعنويه شبع. ايوه بالظبط. فلازم نبقى احنا عارفين ايه اللي هو محتاجه الاول نحققه وبعد كده نعمل. يبقى انا دلوقتي لو انا عندي الفرصه او القوه ممكن تدفع الموظفين الموتيفيشن، ممكن اول حاجه خالص اسمها اوتونومي، يعني الاقيهم يجيبوا التو يوزر رايدنج.
ان انا استخدم افكار الناس، ان انا انت لو حسيت ان انت لما بتفكر في حاجه وبتشارك الفكره في المكان بتاعك بيستخدم افكارك دي وبيبنيها وبيطبقها في المكان ده، هيحسسك بالموتيفيشن انك تكون محفز في المكان ده وماشي. تاني حاجه السلب المرتب، ان انا اخد مرتب محترم بروفايد اللي ياخد كومبنسيشن فور ورك دان، اخد تعويضات او اخد فلوس يعني او اخد حوافز مقابل الشغل بتاعي يبقى كويس، شغل اخد مرتب محترم ومرتب كويس. تالت حاجه ريكوجنيشن التقدير، ان الناس اللي انا شغال معاهم دول يقدروني يبقوا مقدريني وفاهمين ان انا ليا قيمه معينه عندهم او ان انا ليا وضع معين، بيقدموني الشكر بيحسسوني ان انا عملت حاجه، فده برضه نوع الريكوجنيشن ده اللي هو الابريشيتنج ايفورت ده اللي هو فرصه ان انا اقدر المجهود اللي الناس بتعمله. تالت حاجه ريسبكت الاحترام، ان انا اسمع لافكارك واسمعك واحترمك. فالاربعه دول غالبا هم دول يمكن البلك الاساسي اللي بيحفز اي ناس. غالبا مش هتطلع من الاطار ده، ان انا اديله مرتبات كويسه وان انا احترم واحترم افكاره واستخدم الافكار بتاعته. لو حضرتك اشتغلت في مكان لقيت كده، لقيت ان انت النهارده مثلا جاي فكره في دماغك انك تطور الشغل، ورحت اتكلمت مع المدير تقول له والله احنا عملنا الطريقه الفلانيه ديت ممكن الشغل يتحسن، لقيته احترمك سمع لك الاول، بعد ما سمع لك بدا يدرس الفكره بتاعتك، وبعدين لما لقاها كويسه بدا يطبقها، وبدا يطبقها شكرك وبيدي لك مرتب محترم، انت هتبقى حابب تروح المكان ده كل يوم، عايز كل يوم تفكر اكتر وتبني اكتر. فده دي غالبا الموتيفيتورز الحاجات اللي بتحفز اي حد. الاربعه دول يا اما هتكلم في الاوتونومي، يعني ان انا الاوتونومي ده انا هستخدم الايدي بتاعت الناس. السالري هاخد مرتب محترم كومبنسيشن تعويضات كويسه. ريكوجنيشن بالتقدير هقدر الجهد والمجهود اللي الناس بتعمله، وفي الاخر ان انا الريسبكت احترمهم ان انا اسمع لافكارهم واقف. وعندنا بالنسبه للموتيفيتور عندنا حاجتين، حاجات موتيفيتور تحفز الناس وحاجات دي موتيفيتور تحبطها او تربطها. فبالنسبه للموتيفيتور يقول لك مثلا هنا اللي هو الفاليد وورد، ان يكون عندك تنوع في الشغل. يكون عندك سنس اوف اتشيفمنت، احساس ان انت بتحقق او احساس ان انت بتنجز. والريكوجنيشن الاعتراف والتقدير الناس تقدر المجهود بتاعك، دي يعتبر كلها من حاجات البوزيتيف موتيفيتور اللي محفزه جدا. اما دي موتيفيتور او نيجاتيف موتيفيتور، ان انا بور بي اديت مرتبات قليله. الكمباني بوليسي ممكن سياسات معينه او قوانين روتينيه معينه، روتين اللي شغال في المكان ممكن يضايقك ويخليك محبط. كونتينيوال بريشر ضاغط عليك باستمرار، احسسك بعدم الامان بعدم الاستقرار، ممكن استنى عنك في اي وقت، انت بالنسبه لي تحت الميكروسكوب على طول، ده اي بريشر من المنظر ده ممكن يعمل لك برضه دي موتيفيشن. عجبني قوي طه حسين كان بيقول لابنه ايه؟ لو نجحت هقول لك شكرا، ولو نصبت هجيب لك لعبه تتوازي. طه حسين قلب الموضوع خالص، احنا دايما بنقول للولد ده ايه؟ لو نجحت هجيب لك حاجه تلعب بيها ومش عارف. انما هو هنا عايز يقول له كلمه شكرا ليه اهم واحسن من اي فلوس او اي حاجه. فلو نجحت اقول لك شكرا، انما لو نصبت هجيب لك لعبه تتواسيك يعني تلعب. فدايما الموتيفيشن او الموتيفيتورز والحاجات اللي تحقق فيها تختلف من شخص لشخص، مش كل الناس ممكن تبقى نفس الحاجه. ايه؟ العيال عندنا صح، حسب فهمهم، حسب ما انت ربيتهم، يعني حسب ما حضرتك ربيته وزرعت فيهم ايه؟ انت ممكن تبقى زرعت فيهم الفلوس يا اهم حاجه. بالذات الاطفال يا جماعه غيرنا. احنا مثلا ممكن دلوقتي الفلوس تحتاج ان انا بصرف على البيت، انما الطفل ده مش حاسس بموضوع الفلوس ده خالص، هو انت بتقوم توفر له الموضوع ده مش بيدور عليه، هو قاعد دلوقتي يفكر انت ممكن تخليه ان الفلوس دي اهم حاجه بالنسبه له في حياته، او ممكن حاجات ثانيه، لا ده في اي مبادئ ثانيه وحاجات ثانيه اهم من الفلوس، مش هي الفلوس هي اللي بتعمل اشخاص او هي اللي حسب انت بتزرع بقى فيه. برافو. انما هو مش الطفل اللي يعني انت ممكن تحفزه زي ما انت حضرتك، يبقى التحفيز بتاعه ان انت تقول له شكرا وما اعرفش ايه وتقدره وتخلي ان دي كبيره قوي قوي عنده، وممكن ان هي كل حاجه هي فلوس بس. بحكم دراستنا في مدرسه بحر الله الشعب ما اعرفش ان لا لا انا ماليش دعوه خالص. بص يا جماعه لا ثانيه واحده، احنا عايزين بس احنا عايزين نفصل خالص ما بين الاراء السياسيه او الاراء الفكريه او اي حاجه انا بضرب مثل في ايه؟ ان الراجل دوت حسيت بس الكلمه اللي قالها دي انا مش متفق معاه في حاجات كتير،
انما انا بتكلم على الحته اللي قالها دي عجبتني. هو مش كل الناس وحشه ولا كل الناس كويسه، وعمرك ما هتلاقي واحد كامل. ممكن انا يوصل مني حاجات تبقى سيئه، ممكن اوصل مني حاجات جيده، فانا باخد الحته اللي بس بتخدم الموضوع. مش قصدي بيها ان انا مقتنع بفكر معين او ايد حد معين او امنع حد معين. تمام؟ فهي بس الكلمه دي كان قالها، فلما قال الكلمه دي بيقول انا حسيت هنا ان الموضوع مقيم الموضوع بتاع كلمه شكرا دي، رغم ان هي كلمه بس ازاي خلاها محفز كبير قوي اقوى من العجله او الفلوس او حاجه من كمثال. بنقول احنا عندنا بوزيتيف ليدرشيب، حاجات بوزيتيف موتيفيتور، وعندنا برضه حاجات نيجاتيف موتيفيتور. البوزيتيف موتيفيتور هتخلي انها تعمل جوب ساتسفاكشن، تخلي الناس مبسوطه راضيه عن الشغل. اما النيجاتيف موتيفيشن ممكن تعمل انفايرمنت فير، ممكن تعمل جو من الخوف. لو انا دايما قاعد بانشمنت بعاقب الناس باستمرار، اخسر لهم مرتبات، ارفدهم، اوقف، امنعهم عن الشغل، اعلقهم عن الشغل، كل دي حاجات هتعمل جو من الخوف. اما البوزيتيف موتيفيشن الحاجات الايجابيه، اديهم مرتبات، اشكرهم، اديهم انسنتيف او بتاع ده حوافز جديده، او اديهم ريسبونسابيلتي، اديهم مسؤوليات، اعمل لهم ديليجيشن، اعمل لهم ان انا افوضهم في بعض المسؤوليات، كل ده يعمل لهم بوزيتيف موتيفيشن. يعني البوزيتيف موتيفيشن او بوزيتيف ليدر شيب زي مثلا اعمل ادفانسمنت، ترقيه، ارقيهم مثلا، او اعمل ريسبونسابيلتي، اديهم بعض المسؤوليات، او اعمل ريكومنديشن، اعترف او اقدرهم، او اعمل فاينانشال ريورد، احفزهم ماليا بالفلوس، او بريز، امدحهم، او ستيتس او المنزله، اخليه بقى يعني هي الراجل ده وضعه عندي غالي قوي، احسسه بس ان هو غالي عندي. لو ما غاب النهارده مثلا من الشغل، اتصل عليه بالتليفون، انت ما جيتش ليه؟ ده على فكره نوع من انواع التحفيز. انت مش بتقول له انت ما جيتش ليه عشان تعرض، لا ازاي انا ما اشتغلش النهارده ازاي؟ تمام؟ فهي بتبقى بحس ان انت بمنزله قد ايه عند الناس اللي انت شغال معاهم، ده برضه بيعمل هديه برضه. اكيد طبعا هدايا، طبعا هدايا، ده هتتحب، ده حاجه من الاساس. تخيل لو الناس الموظفين او المدير ممكن الموجود يبقى عارف مثلا مواعيد الناس دي، مثلا عيد ميلادهم، مثلا حاجه زي اعياد ميلادهم، مناسبات صغيرة عندهم يعني غالية، حصل له مثلا مناسبة معينة، سواء مناسبة سارة أو مناسبة غير سارة، فوقف معاه وراح أو يدعوهم أو بيدعوهم في مناسبة يعني بالظبط، أو يدعوهم في مناسبات. ممكن لو حتى ابن نجح حتى يقدر إن هو يديله زي حتى لو زي منحة وهيدفعها يعني تاني، مثلا جواز بنته، جواز ابنه، ممكن أديله حاجة وبعدين هو يبدأ يسددها تاني، أي حاجة من الحاجات دي. دي كلها من الحاجات اللي ممكن تعمل بوزيتيف موتيفيشن، بتعمل ساتسفاكشن، الناس تبقى راضية عن الشغل بتاعها. بعكس النيجاتيف ليدر شيب اللي ممكن دايما ثريت قاعد يهدد الناس، وقاعد يعمل لهم ريبريمانت اللي هو يعمل لهم توجيه، قاعد يوبخهم طول النهار، في نفس الوقت يعمل فاينانشال بناليتي، قاعد يعمل عقوبات ماليه، يخسر منه، خسر يوم، خسر يوم، خسر يومين، مش عارف ايه، قاعد يعمل لهم سسبنشن، سسبنشن يعني يوقفوا عن العمل، او اعمل ترمينيشن، او انهي خالص الشغل بتاعه. كل الحاجات دي هتعمل جو من الخوف، وهتخلي الناس مش ساتسفايد، مش راضيه عن الشغل. نظريات ماسلو السيرز بتاعت الموتيفيشن، عندنا نظريتين اساسيتين كبار، نظريه اسمها ماسلو، ونظريه اسمها هيرزبرج. ماسلو ده عالم، وهيرزبرج ده عالم. ماسلو قال ان عشان اقدر احفز الناس، انا عندي هرم، هرم للتحفيز. الهرم ده ليه خمس مستويات، ما ينفعش اعدي من مستوى لمستوى الا لما المستوى الاولاني ده يكون خلص تماما. اول مستوى عنده ايه؟ اللي هو الفيزيكال نيدز، الاحتياجات الفسيولوجيه، الاكل والشرب، الكلام، النوم والعيشه، دي اهم حاجه. بعد ما الناس تاكل وتشرب وخلاص يعني خلاص، ده هيبدا يدور على ايه بعدها؟ هيدور على السيفتي، الامان. بعد ما يدور على الامان وياخد الامان، هيبدا يدور على ايه؟ السوشيال ريليشن، العلاقات الاجتماعيه. وازاي ان هو بيعمل علاقات مع الموظفين اللي حواليه. بعد ما ياخد السوشيال يطلع يحل الامان، حاجه اسمها سيلف استيم، احترام النفس. يحس بقى انه محترم نفسه ومحترم الوظيفه اللي هو شغالها. بعد كده يحصل بعد كده سيلف اكشواليزيشن، اللي هي معناها ان انا بحس ان انا بعمل اتشيفمنت وبحقق الاهداف اللي انا عايزها كلها. فبيقول ماسلو، بيقول ان ما ينفعش حد يعدي من مرحله لمرحله الا ما تكون المرحله دي اكتملت تماما. والموضوع ده كلمه النظريه دي صح جدا في الفكر بتاعه. واحنا ايام الثوره احنا ايه اللي حصل؟ احنا دلوقتي كنا اكل وشرب، يعني
الدنيا معقوله. بدأنا والامان طبعا كان الوضع كويس، بدأنا نفكر لفوق سوشيال وعاوز احس بنفسي وبتاع، سحب منك تحت تاني الامان، بدأت الامان، بدأت تطلب الاكل وجوه راس ده وعايز الامان تاني، يعني اهم حاجه عندك الامان. فده اللي حصل بالظبط، ان احنا الامان ده كل ما تطلع فوق كل ما احلامك بتزيد وفكرك بيزيد، فلو انت زاد ده ممكن اسحب منك حته ارجعك تاني صوته بتاعته ده، انا عايز بس الايه؟ الامان. واحنا قعدنا فتره، قعدنا سنتين ثلاثه ما بنطلبش الا عايزين امان بس، حاجه ثانيه او الاكل والشرب اللي احنا ناكل ونشرب، انما الامان يعني اهم حاجه. لما حققت الامان تبدا هي تاني استقرار شويه، تبدا تفكر عايز حاجه ثانيه في الوقت. فماسلو قال اول حاجه الفيزيكال نيد، اول حاجه بدايه ان هم الترتيب هنا مهم، هم خمس مراحل. الفيزيكال نيد ده حاجه، بعد كده احس بالسيفتي، بعد كده السوشيال ريليشن العلاقات الاجتماعيه، بعد كده سيلف استيم احترام النفس، وبعد كده سيلف رياليزيشن او سيلف اكشواليزيشن اللي هو اعمل اتشيفمنت او احقق اللي انا عايزه. لو انا عندي النهارده واحد مثلا موظف كان معانا مثلا ولا حاجه، وزي ما برضه حضرتك مثلا كان جاي من السعوديه او حاجه والحمد لله ربنا كان فتحها عليه وكلمه وتمام قوي. الراجل دوت لو انا قلت له بس شكرا، دي في حد ذاتها حافز كبير جدا جدا بالنسبه لي، انه يحس هنا احترام النفس ان انا بحترمه وبعمل له بسيط. ان انا لما يدخل عندي المكتب مثلا ولا حاجه اقوم اقف اقدره واسلم عليه واقعده جنبي، ده يبقى حاجه كبيره جدا جدا عنده، مش عايز اكتر من كده. اديله بس الوضع بتاعه. اما في بعض الناس الثانيه لا، ده هو اصلا لسه الفيزيكال دي ما خلصتش، يعني ما اروح انا العبه في الحاجات دي وهو لسه الحته الاولانيه ما خلصتش. لازم الاول ابلى له الجزء الاولاني، بعد كده ابدا اديله الجزء الثاني، وبعد كده اديله الجزء الثالث والجزء الرابع. فعشان كده ده المرحله بتاعه الفسيولوجيكال ايدز اللي هي عباره عن الفود الاكل والشرب واللبس والراحه والاستقرار. بعد كده السيفتي، السيفتي دوت السيفتي من ناحيه حاجتين، السيفتي الامان نفسه والامان الوظيفي كمان. ان انا بحسس بالاستقرار الوظيفي، انا بتكلم دلوقتي على موظف معين موجود معانا في الشغل واحنا القاده او الليدرز المسؤولين عنه. فبعارف ان انا احسس الناس بالامان، الامان ده الامان سواء كان امان وظيفي او امان بيئي في المكان اللي هو مثلا ما يتضربش في المستشفيات مثلا، ما يحصلش ان هو يتضرب، ما يحصلش ان يجيله انفكشن، ما يكونش عامل انفكشن كنترول بروجرام كويس، ما يحصل له تشك بابره يجيله هيباتيتس بي ولا سي ولا حاجه، فده برضه الامان. جنب ان هو يبقى حاسس بالامان الوظيفي بالاستقرار، ان انا مش بهدده دايما ان انا همشيه. فكل ده الامان. بعد ما يحس بده يبدا يفكر ويدور، طب انا عايز اعمل ايه؟ يعني لو موظف خد الحتتين دول بياخد مرتب كويس جدا جدا، وبعدين وحاسس بالامان الوظيفي وحاسس بده، ممكن بعد شويه يسيبك لانه ما مش حاسس بان علاقته بينه وبين زمايله كويسه. يسيب الشغل ويمشي، على الرغم انه بياخد الاثنين دول كويس جدا، بياخد مرتب كويس جدا جدا. بس هو وقت ما انت عملت له ساتسفاكشن من الحتتين دول، بدا طموحه يعلى لحاجه اعلى. انا عاوز بقى احس علاقات اجتماعيه كويسه، علاقتي بزمايلي كويسه، علاقتي بالمديرين كويسه، بنخرج مع بعض، بنعمل رحلات يومعيه، مش عارف ايه، هو يدور على ده. بعد ما يدور على دي يبدا يحس على اللي فوق، عايز بقى يحس نفسه وتقييمه وتقديره لنفسه والناس تقيمه وتقدره ازاي، وعارف في الاخر ازاي ان هو بيحقق كل اللي هو عاوز يحققه. فالناس عندنا بنحطهم في الكاتيجوري دول ونشوف كل واحد من الناس اللي شغالين معانا نقدر نحفزه بايه او نديله الحته ليه، ان نعرف انه مش هيطلع من مرحله لمرحله الا لما المرحله اللي قبلها تكون اكتملت تمام. بيهمني هنا في مصر ان احنا نعرف الفايل الترتيب بتاعها ازاي؟ يعني لازم اعرف ان الفيزيكال الاول، الفيزيولوجيكال نيدز، وبعدين السيفتي، وبعد كده السوشيال نيدز، وبعدين السيلف استيم والسيلف اكشواليزيشن. الترتيب ده طبعا مهم. مال هيرزبرج بقى، هيرزبرج عالم تاني قال برضه نظريات او الموتيفيشن او التحفيز تنقسم لحاجتين، حاجه اسمها هايجينيك فاكتور وحاجه اسمها موتيفيشن فاكتور. الهايجينيك فاكتور دي يعني ايه؟ يعني حاجات اساسيه وجودها مش هيخليني محافظ، انما عدم وجودها هيخليني متضايق. اما الموتيفيشن فاكتور دي عوامل وجودها هيحفزني، عدم وجودها مش هحس قوي. يبقى انا دلوقتي فوق هنا لو كانت الحاجات دي مش موجوده انا مش راضي عن الشغل ده اصلا. انما وجودها عادي، انا حاسس ان ده طبيعي يكون موجود. زي ايه بقى؟ زي مثلا السالري المرتب. انا طبيعي متخيل ان انا المكان اللي انا فيه هيديني مرتب كويس، فالمرتب بتاعي دوت لو هو مرتب كويس مفيش مشكله، مش هيحفزني ولا حاجه، ده طبيعي ان انا اخد المرتب ده.
بعد كده جوب سيكيورتي صح؟ امان الوظيفه. ان انا احس بالامان الوظيفه، احس ان انا امن في مكان، فده برضه حاجه طبيعيه انا مش بتحفزني. انما عدم وجودها لو لقيت السالري قليل هبقى انا مش راضي عن الشغلانه دي وانا متضايق. انما لو انا خدت مرتب كويس خلاص هبقى نيوترال متعادل. بعد كده الوركينج كونديشن، ظروف الشغل اللي انا شغال فيه، الظروف بتاعت العمل بتاعتي، هل انا شغال ازاي، المكان اللي انا قاعد فيه، الوضع اللي انا بشتغل فيه، الظروف دي كلها لو هي ظروف بالنسبه لي اكسبتك فخلاص مش هتخليني محفز بس هتخليني راضي. البوليسي والبروسيجر او الاجراءات بتاعت المكان، السوبرفايزر او الناس المشرفين عليا اخبارهم ايه، والانتر بيرسونال ريليشن علاقتي بالناس اللي شغالين، والمنزله بتاعتي او الوضع بتاعي انا شغال حاسس ان انا ليا وضع كتير. الموتيفيشن فاكتور بقى رجع الاحساس بالاتشيفمنت، ان انا بكون بحقق بنجز كل يوم، لما اروح مكان احس ان انا النهارده انجزت حاجه، غيرت حاجه، زودت حاجه، حققت هدف من الاهداف بتاعتي، ده هيخليني بقى موتيفيتد، ابقى محافظ. الريسبونسابيلتي ان انا يسند ليا بعض المهام هيخليني برضه ان انا محافظ. الريكوجنيشن ناس تقدر المجهود اللي انا بعمله هيبقى محافظ. الادفانسمنت برضه بلوبه طويل يعني، والورك اتسيلف الشغلانه نفسها، والبوسيبيليتي اوف جروس وامكانيه ان انا احس ان انا بنمو او بتطور كل يوم، ان انا ممكن اترقى، ده هيعمل لي موتيفيشن. هنا بيجي ايه الموضوع في الهيجينيك فاكتور والموتيفيشن فاكتور، ان انا ممكن مثلا اقول لك ايه السالري، هل السالري ده من الموتيفيتنج فاكتور ولا من الهيجينيك فاكتور؟ السيلف ستيتس او الستيتس بتاع الوضع بتاعي او السيلف ستيم ده برضه من هنا، الوضع حسب هل هو حسب الهيجينيك فاكتور ولا حسب العلاقه ما بين الاثنين نظريتين بقى. ده النظريه بتاعت مين دي؟ مصر. دي مصر. قال لك البيزك وبعدين السيفتي وبعد كده اللي هو السوشيال والبلومينج والسيلف ستيم والسيلف اكشواليزيشن. وهنا حط بتاعت هيرزبرج. هيرزبرج خد الثلاثه اللي تحت دول وقال هما الهيجينيك فاكتور، وخد تاني اللي في النص اللي هي السوشيال مع الاثنين اللي فوق وحطهم الموتيفيتور. بس مش مهم ان هو الموضوع. المهم بالنسبه لنا ان احنا نعرف ان احنا عندنا كام نظريه، كام نظريه لل اثنين والثالثه اللي هي اكس واي. اكس واي كمان تعتبر نظريه من النظريات. قال لك ان عندنا نظريه اكس وعندنا نظريه واي. نظريه اكس المواطن المصري، نظريه واي المواطن الياباني. بعد كده عندنا بالنسبه لمصر، مصر اللي هو عامل هرم، هرم للموتيفيتورز ليه خمس مراحل. اول مرحله السيكولوجيكال مين، بعد كده او الفيزيكال مين، بعد كده بيحط السيفتي، بعد ما بيحط السيفتي بيحط السوشيال، بعد ما بيحط السوشيال بيحط بيحط سيلف ستيم، وبعدين سيلف اكشواليزيشن. دول الخمس مراحل بتوع مصر. الناحيه الثانيه هيرس بيرج قسم لنا الموضوع لحاجه اسمها هايجينيك فاكتور وحاجه اسمها موتيفيشن فاكتور. الهايجينيك فاكتور اللي هي الحاجات وجودها هيخليني نيوترال، لا انا مبسوط ولا زعلان. انما عدم وجودها يعمل لي ديسساتسفاكشن، مش مبسوط. اما الجزء الثاني بتاع الموتيفيتد فاكتور وجودها هتخليني موتيفيتد. من ضمن برضه الليدر شيب ثيوريز النظريه بتاعتنا، احنا كنا اتكلمنا الستايل ثيوري ديسيجن ميكنج صح؟ ديسيجن ميكنج اللي هو كان عندنا كام نوع؟ عندنا الاوتوكراتيك والديموكراتيك والكونسلتيتيف والسيفيري. كان عندنا اربع انواع، ده كان ديسيجن ميكنج. وخدنا الموتيفيشن قلنا يا اما نظريه اكس نظريه واي، يا اما بيمشي حسب هيرزبرج او مصر. ده الموتيفيشن ستايل. في حاجه ثانيه اسمها بيبول تاسك اورينتيشن ستايل. يعني ايه بيبول تاسك اورينتيشن ستايل؟ يعني الليدر اللي موجود ده هل هو مهتم اكتر بالبيبول بالناس، ولا مهتم اكتر بالتاسك بالمهام والمسؤوليات، ولا هو مهتم ما بين الاثنين وبعض؟ فبيقسموا الليدر برضه حسب الاهتمامات بتاعته بالحاجات دي. اللي عندنا خمس انواع من الليدر شيب، خمس انواع من انواع القياده. هنشوفهم دلوقتي. هنا بيقول بيبول تاسك اورينتيشن، هنا بيقول تاسك فوكس. تاسك فوكس يعني ايه؟ انا بركز على الشغل بس، الناس دي ما تهمنيش. انا النهارده يا جماعه عاوز المدرب ده نقلبه من فوق لتحت ونحط معرفش ايه. طب احنا صايمين، مش صايمين مش فارقه معايا، انا لازم المهمه دي تخلص النهارده. انا بوسع تاسك بس. انما هو بعض الناس الثانيه ممكن تبقى بلوي فوكس، لا دكتور بس احنا صايمين النهارده ومش عارف ايه، طب خلاص يا جماعه نسيبها شويه، طب نبدا مش عارف يعني. فانا ممكن ابقى ماشي كده، ممكن ابقى كده. فعندنا اكثر
نعمل بقى حاجه اسمها مانجيريال جريد او مصفوفه في الاداره اللي بتقسم لنا الليدر الى خمس انواع من الليدر حسب اهتمامهم، سواء بيهتم بالتاسك اكتر ولا بيهتم بالوي اكتر ولا بيهتم بالاثنين مع بعض. تاسك فورس يعني دايما بيركز على التكنولوجيا، على الاجهزه الحديثه والتكنولوجيات اللي بتحصل والطرق اللي بيشتغل بيها والجايد لاينز والديد لاين، المواعيد اللي لازم انا انجز بيها الشغل ده اهم حاجه عندي. يعني انا الراجل اللي قاعد يبص على التاسك بس ده قاعد يركز ايه التكنولوجيا الجديده والاجهزه الجديده اللي عايز ادخلها في المكان كل يوم واطور نفسي، وفي نفس الوقت الديد لاين اخر ميعاد اللي انا اسلم فيه المشروع ده امتى، فده مهم جدا بالنسبه لي اللي هو الديد لاينز. الديد لاين اللي هو اخر ميعاد ان انا اسلم فيه حاجه، ودايما بيبقى غالبا القائد اللي بيشتغل بالتاسك اكتر بيبقى اوتوكراتيك وورد ويل اون شورت تيرم. لو انا اشتغلت بالحته دي، لو انا كنت تاسك اورينتد بس هقدر احقق اللي انا عايزه بس على المستوى القريب. يعني انا دلوقتي لو انا النهارده قلنا يا جماعه هنعمل الموضوع ده كلنا وانا النهارده وانتم مش صايمين وتعبانين وبتاع عملتوه، هاجي بكره هنعمل حاجه برضه هتعملوها بالكثير قوي شهر وبعد كده هيبقى في تمرد مش هتقدروا تكملوا، مش هقدر نكمل بنفس الاسلوب والطريقه دي. فعشان كده هنا بنقول هو يبقى حلو قوي على الشورت رن، انا بس عندي هدف معين عاوز انا اعمل الموضوع ده واخلصه في يوم او يومين، ممكن اشد شويه على الناس اللي موجوده عندي تاسك اورينتد لحد ما اخلص المهمه دي، وبعد كده ارجع تاني ابقى واثق ابص على الناس بتوعي واهتم بيهم تاني. مش هتريد طول حياتي تاسك اورينتد بس والليبر دول مش بفكر فيهم، هو هينجح على الشورت رن بس على المساله على فتره قصيره ممكن تنجح. انا مثلا لو جت الوزاره قالت لي مثلا المفروض ان المدرجات دي كلها او مثلا هندهن المعهد ده كله المفروض الموضوع ده يخلص خلال اسبوع بصراحه. انا ساعتها لازم ابقى تاسك اورينتد. هو اسبوع ممكن يبقى ليه ديد لاين ليه ميعاد محدد وانا ما عادش قدامي وقت قصير، فانا ساعتها مش هفكر في البيت. وبعد كده ممكن بقى اصرف حوافز للناس اللي تعبت، ممكن انا افكر فيهم تاني اديهم راحات اريحهم بعد كده، انما في الشرط على الحته دي لازم ابقى. انما لو انا تنبني على طول حاطط الناس في ستريس وبريشر على طول كده لازم كل يوم كل يوم ما بفكرش فيهم مش هقدر اعمل. فده بيرجع للادفايس قوي بس على الشورت تيرم على الفتره القصيره. امال اللي بيروي فوكس ده قاعد يركز على الوركرز دي ايه الاحتياجات بتاعتهم؟ قاعد يفكر في بيقول للناس انتوا محتاجين ايه؟ ايه اللي يريحكم؟ ايه اللي تعبكم؟ بتفكروا في ايه؟ ايه اللي ناقصكم اعمله لكم؟ قاعد يفكر دايما في الجيم. بيلد تيم قاعد يبني فرق ويعمل بوست ريليشن وعلاقات كويسه مع الناس ويحط التراست والثقه ما بينه وما بين الناس، دي كلها حاجات هو قاعد يعملها وهو بيركز على الميلوك. وانكريز الجوب ساتسفاكشن هيزود من حماس الناس ان هم يكونوا راضيين عن الشغل وشغالين معايا، ويقلل الناس اللي يقلل فتره الغياب، الناس مش هتغيب لانها ناس حابه الشغل. لما قاعد الناس تفكر الليدر يفكر فيه. طب مين احسن بقى؟ الاصل ولا الشخص اللي صعب؟ اهم حاجه عندنا في الاداره يا جماعه مفيش حاجه اسمها احسن ولا وحش. انت بين بعض هتعتمد على لو انا كان قدامي ديد لاين وفتره قصيره والكلام ده ممكن ابقى تاسك. هو لازم ابقى تاسك مش هفكر في الناس لازم انجز الموضوع ده. انما لو انا في قدامي وقت ممكن ابقى بيبل وممكن ابقى ميكس ما بين الاثنين. وهنشوف هنا المانجيريا الجريد اللي بيعمل بيقسم لنا الموضوع دوت لخمس انواع. الدرجه الجريد اللي هو بنسميها مصفوفه الاداره. مصفوفه الاداره هو بيرسم لي العلاقه ما بين حاجتين، ما بين الكونسيرن اوف بيبل الاهتمام بالناس والكونسيرن اوف برودكشن او اللي هو التاسك. يعني اللي هو التاسك هل انا بهتم بالتاسك بالمهام او الانتاج ولا بهتم اكتر بالناس بالبيبل؟ وقسم لنا الاداره الى خمس انواع. اول نوع حاجه اسمها امبارج مانجمنت، الاداره السيئه. ايه الاداره السيئه ده؟ اللي هو لا بيهتم بالناس خالص ولا بيهتم اصلا بالتاسك في التعامل. ده مفيش خالص. ده فارقه معايا حاجه ننجز حاجه ولا الناس اصلا فارقه معايا. فده بسميه امبرج او بور مانجمنت. امبرج يعني سيء رضيع. او بور مانجمنت، بور اللي هي الاداره الفقيره. تاني نوع حاجه اسمها تاسك مانجمنت. التاسك مانجمنت اللي هو ايه؟ اللي هو مهتم بالتاسك بس او البرودكشن مش مهتم بالبيبل الناس. ميدل اوف ذا رود ده الوسط اللي هو ما بين ده وما بين ده، وسط مهتم بالناس شويه ومهتم برضه بالتاسك شويه، عينه على دي وعينه على دي على الاثنين.
وبعدين الكانتري كلاب مانجمنت. كانتري كلاب اللي هو عباره عن بيدير نادي اجتماعي، يعني مهتم بالناس خالص انما مش مهتم خالص خالص بالشغل اللي عمله. وده اللي هو مثال المدير اللي قاعد في المكتب بتاعه ورؤساء الاقسام والناس قاعدين معاه قاعدين يشربوا سجاير وشاي وقهوه طول النهار. انما ايه اللي بيتعمل بقى الاسم ده بيحقق الاهداف ولا بيشتغل ولا بيشتغلش مش عارف. المهم الناس تكون مبسوطه عشان تصير معاك. ده بيدير النادي الاجتماعي مش بيدير مستشفى ولا بيدير مؤسسه. عشان كده بسميها كانتري كلاب نادي اجتماعي. وفي التيم مانجمنت. التيم مانجمنت ده هو ده احسن نوع فيها اللي هو ايه؟ 9-9 ان هو بيهتم بالناس جدا 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 وبيهتم بالتاسك جدا جدا جدا. يعني بيهتم الاثنين بالاثنين بقوه كبيره قوي. بسميه تيم مانجمنت. بيدير فريق. احسن من ميدل؟ اه هي يعني احسن بقى هنا احسن في ايه؟ ان انا وريت دلوقتي الجريد والجريد بتاعتنا. هو رسم هنا العلاقه ما بين البرودكشن، رسم البرودكشن هنا واداها من 1-9. واحد لتسعه. وانت هنا البيبل اورينتيشن او الاهتمام بالناس واداها من 1-9. وقسم الموضوع الى 5 مراحل. لو هي 1-1 يعني 1 في البيبل و1 في البرودكشن ده اللي ينبطش مانجمنت الاداره السيئه اللي هو مهتم بده ولا مهتم بده. طيب هو خد هنا خد 9 في البرودكشن و1 في البيبل. بسميه تاسك اورينتيشن او تاسك مانجمنت. طيب الميدل رود خد 5-5. 5 هنا و5 هنا بسميه ميدل رود. فوق 1-9، 1 اللي هو ايه؟ خد 1 في الاهتمام بالتاسك وخد 9 في البيبل واهم حاجه عند الناس ده الكانتري كلاب اللي هو بيدير نادي اجتماعي. انما احسن نوع اللي هو 9-9 ده. 9 في التاسك و9 في البيبل. مهتم جدا جدا بالناس وفي نفس الوقت التصميم بتاعك لازم تهتم ده احسن. وده عندنا مفروض مجموعه من الاسئله ان شاء الله ممكن اجاوبها في المره الجايه. انت بتقيم نفسك انت في انهي واحد من دول. بس لما تجاوب على اسئلك اجابه صادقه بينك وبين نفسك. يعني ما تضحكش على نفسك. جاوب على الاسئله اجابه صح هتحط نفسك في كاتيجوري من دول. بناء عليه هحدد انا لو انا مثلا في الميدل وي او لو انا في الميدل رود ده طب ازود شويه اهتمامي بالتاسك مع البيبل عشان ادخل في المربع الكبير ده بتاع التيم لان انا عايز ابقى في تيم مانجر. لو لقيت نفسي في الرابر لا ده غير خالص هغير نفسي واعدل نفسي عشان لقيت نفسي كانتري كلاب بقى مش هينفع الموضوع ده. يعني فانا عندي الهدف بتاعي ان انا يبقى عبارة يا اما ابقى في الميدل رود او ابقى في التيم مانجر. دي بسميها مانجيريال جريد. مانجيريال كريت يعني مسؤولية الإدارة. بترسم العلاقة بين تحت البرودكشن أو التاسك والعلاقة الرئيسية دي بين البيبل الناس اهتمامي بالناس. وديها من 1-9. فأنا لو قلت لك مثلا 5-5 معناها إيه؟ أكوردنج تو ذا مانجيريال كريت إن أنا ميدل رول. طب 9-9 تيم مانجمنت. طب 1-9 1-9 1 برودكشن 9 نادي اجتماعي 9 نادي كارتري كلاب. لو قلت 1-1 انفضل مانجمنت. لو انا قلت 9-1 يبقى احنا خلاص عرفنا كده الوضع. يبقى كل واحده من دول ليها معنى. انا عارف 1-1 يعني ايه انفضل 9-1 يعني تاسك 9-9 يعني تيم مانجمنت 1-9 كونتر كلاب 5-5 ميدل كلاب 9-9 احسن حاجه. مش بعد كده بقى 10-10 ده المنظر اللي انا المفروض هديكم واجيب لكم المره الجايه مجموعه من الاسئله دي هتحلوها وتجمعوا القرارات. دول نفسكم يعني عشان تعرفوا بس انتوا فين في الموضوع. هل هو اساسا مظلوم انا في الميدل رول ولا انا في المبرج ولا انا ابقى في ايه بالظبط؟ بس بعد كده المفروض ان احنا خلصنا احنا قربنا نخلص ان شاء الله. يعني قدرنا محاضرة واحدة على الكلاس ممكن محاضرة واتنين كتير.